صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء شاركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. عنوان هذا الشريط: النبي محمد يتنبأ بنهاية الإسلام. إذن النبي محمد يتنبأ بنهاية الإسلام. بعد حصولي على الليسانس في القانون من جامعة فريبور السويسرية، وقبل حصولي على الدكتوراه في القانون في نفس الجامعة، التحقت ما بين عامي 1974 و1976 بمعهد الدراسات الدولية العليا في جنيف، التي حصلت فيها على دبلوم في العلوم السياسية. وكان عنوان أطروحتي من 276 صفحة: حق الشعوب في تقرير المصير، دراسة تحليلية للماركسية اللينينية والموقف السوفيتي. كان في ذاك الوقت الاتحاد السوفيتي مسانداً للقضية الفلسطينية، وكان الهدف من أطروحتي معرفة كيفية معالجة حق الشعوب في تقرير مصيرها في ذلك الاتحاد. وتبين لي أن ذلك البلد يتجه لا محالة للتفكك، وهو فعلا ما حدث. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم البلاشفة لينين بشدة، ووصف نهجه في المرحلة الأولى من تاريخ الدولة السوفيتية بأنه شكل قنبلة موقوتة مؤجلة التفجير. إذن فلاديمير بوتين ذاته يتهم لينين بأنه أخذ أسلوبا شديدا، ووصف نهجه في المرحلة الأولى من تاريخ الدولة السوفيتية بأنه شكل قنبلة موقوتة مؤجلة التفجير، أدت في نهاية المطاف إلى تفكيك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وسوف يؤدي هذا التوجه تدريجياً إلى إزالة تماثيل لينين من الساحات العامة وإزالة ضريحه من الساحة الحمراء. هذا النقد لم يكن ممكنا لو أن لينين يتمتع بما يتمتع به الأنبياء من عصمة. فلو كان لينين نبيا لاعتبر ما قاله بوتين بمثابة ازدراء للأديان والحكم عليه. وحقيقة فإن عصمة الأنبياء مصيبة المصائب، فمن غير الممكن في ظل فكرة عصمة الأنبياء خلق نظام ديمقراطي من أساسياته ضمان الحريات الفردية وعلى رأسها الحرية الدينية وحرية الرأي والتغيير وحق الشعب في وضع القانون الذي يريد أن يحتكم إليه. من هنا جاءت ضرورة حل مشكلة العصمة وعلى رأسها عصمة الأنبياء. فالأنبياء هم بشر مثلنا، يأكلون ويشربون ويتبولون ويغتصبون ويجرمون. وادعاهم بأن ما جاءوا به من كتب
هي كتب مقدسة منزلة من اللوح المحفوظ، ما هو إلا ادعاء كاذب. المقصود منه فرض سيطرتهم على الغير ومصادرة حرياتهم. وقد بينت في طبعة العربية للقرآن أن جميع الكتب المقدسة هي كتب بشرية، وأن القرآن بالذات هو من تأليف حاخام يهودي مسطول ولا علاقة لله فيه. ويمكن تحميل طبعتي العربية للقرآن من الرابط تحت هذا الشريط مجانا، مع كتاب آخر المعنون الأخطاء اللغوية في القرآن. نهج النبي محمد مثله مثل نهج لينين يشكل قنبلة موقوتة مؤجلة التفجير، لا بل قنابل مؤقتة موقوتة مؤجلة التفجير. نشهد اليوم انفجاراتها المتتالية في كل بقاع الدول العربية والإسلامية. وإن أرادت شعوبنا وضع حد لهذا الوضع المأساوي، يجب على مثقفيها أن يتحلوا بالشجاعة الكافية لكي يقولوا عن النبي محمد ما قاله بوتين عن لينين. هناك أمر لا بد أن نعيه، القنابل الموقوتة مؤجلة التفجير لا بد أن تنفجر عاجلا أو آجلا، إلا إذا أزلنا الجهاز الذي يتحكم بها. وإذا لم نتمكن من إزالة هذا الجهاز، علينا أن نقوم بتفجيرها بعيدا عن الأماكن المأهولة حتى لا تتسبب في قتل الناس وتدمير المساكن. ولا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، فأغماض العين وتجاهلها لن يمنع من انفجارها. كان النبي محمد واعٍ بأن الدين الذي أسسه سوف يؤول للفناء، كما تبينه هذه الأحاديث المنسوبة له. روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. هذه عبارة للنبي محمد. أكرر، روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وفي مسند الإمام أحمد: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. هذا في مسند الإمام أحمد.
وفي صحيح ابن حبان: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وفي سنن الترمذي: إن الدين لا يأزر إلا إلى الحجاز، كما تأزر الحية في جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. يلاحظ من هذا الحديث الأخير أن الإسلام سوف يرجع للحجاز كما خرج منها. ويلاحظ أيضا أن القمني وفاطمة نعوت وغيرهما من شمال أفريقيا وإيران يعتبرون الفتوحات الإسلامية بمثابة غزوات لا تختلف عن الاستعمار الغربي لتلك البلاد. أنا لا أؤمن بالنبوات، ولكن أؤمن بالمنطق العقلي، تماما كما رأى بوتين فيما يخص منهج لينين. فإن أنت رأيت الغيوم متراكمة في السماء، فإنك سوف تتوقع هطول الأمطار. وإن أنت زرعت بصل، فمن الطبيعي أن تنتظر بصلا وليس بطاطا أو جزر. الدين الإسلامي بني على الترهيب والترغيب والغزوات والسبي وتدمير الحضارات التي غزاها. وها هم المسلمون اليوم يتصرفون تماما كما فعل محمد وأصحابه، وكما جاء في القرآن المدني. ومثل هذا الدين لا يمكن التعايش معه، فإما أن يفنى أو أن تفنى البشرية بسببه. إذا ما حل وباء في مجتمع، فإنه سوف يقضي عليه، إلا إذا قام المختصون بتشخيصه بكل دقة واكتشاف دواء ناجع لمعالجته والوقاية منه. أما إذا تم تشخيصه بصورة خاطئة وتم علاجه بعلاج لا يتفق مع طبيعته، فإن المجتمع محكوم عليه بالفناء. والمثقفون العرب اليوم تنقصهم الشجاعة أو المعرفة لتشخيص الوباء الذي حل في مجتمعنا ولتحديد الدواء الناجع له. والبرهان على ذلك أن الوباء في انتشار مستمر. وقد تنبه المرحوم محمود محمد طه لهذا الأمر. ومن المعروف أن محمود محمد طه تم شنقه عام 1985 من نظام النميري بتحريض من الأزهر والإخوان المسلمين والسعودية. إذن تنبه المرحوم محمود محمد طه لهذا الأمر، فاقترح على المسلمين ترك القرآن المدني العنيف والمخالف لحقوق الإنسان والرجوع إلى قرآن مكة.
الذي هو أقل حنفا وأكثر اتفاقا مع حقوق الإنسان، ولكنهم لم يرضوا عنه، فتم شنقه في 18 يناير 1985، وهكذا فقد العالم العربي والإسلامي واحد من أكبر مفكريه المعاصرين. طيب الله ثراه. وما يقال عن الإسلام يمكن قوله عن اليهودية. فاليهودية اليوم تنفجر في منطقتنا بعد أن زرعت نظاما نازيا اسمه دولة إسرائيل، قامت بتدمير 81% من قرى فلسطين، وشردت أهلها لذنب واحد أنهم غير يهود. والآن كل منطقتنا تتعرض لخطر حروب وفناء ودمار في مواجهة الإسلام الذي هو نسخة من اليهودية، وبمساندة المسيحية الصهيونية التي لا تقل خطورة عن الديانة الإسلامية والديانة اليهودية. ولذلك لابد من تشخيص الوباء بدقة لتخليص منطقتنا من الانفجار القادم وفناء منطقتنا ومن فيها. أكتفي بهذه المداخلة، وأشكر من تابع تسجيل هذا الشريط القصير. اكتبوا تعليقاتكم تحت الشريط وسوف أحاول الرد عليها. وأعطيكم هنا عنواني الإلكتروني. فيمكنكم الاتصال بي إن أردتم ذلك، وإذا وجدتم مشكلة في تحميل كتبي من الرابط تحت هذا الشريط. أنهي هنا هذه المداخلة، وأتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا. شكرا على متابعة هذا التسجيل، وشكرا لمن سيتابعه لاحقا. أرى أن هناك عدد من المتابعين الذين رغم أن الوقت مبكر جدا تابعوا تسجيل هذا الشريط، فأشكرهم شكرا خاصا، كما أشكر من سيتابع هذا الشريط لاحقا. لا تنسوا إذن الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة، وحملوا كتبي العربية فهي مجانية في الرابط تحت هذا الشريط. أتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا. مع السلامة.